Easy go. السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ جاو ليا بزاف الانستغرام هبلتوني البارح ولول البارح ولول البارح ولول البارح على اللقطه تاع باريزون تاع الشبه الصحفي هذاك اللي راهو يعطيكي بزاف في بالماضي. بعثوا لي فيديو ودرتو في الانستغرام عندي 3 ايام تاع اللي جا سلم له على راسه هذيك، وزادوا بعثوا لي فيديو تاع تريكو جمال بالماضي الزعمه كي ارمى تريكو. ما بون شغل انا ما قلت لكم شحال من خطره باللي هاد العباد ما نحبش نرد عليهم، لان حتى قلتوا لي بار اكزومبل جاوا للانستغرام قالوا لي هضر شوفوا واش راهو قال اشي والجماعه هذوك تاع البلاطو باللي منتخب واسمه ضعيف وهالماتش الاخراني وكذا. ما حبيتش نقيمهم، هذا ما كان ما حبيتش نقيمهم، يعني هادو دائما هكذا، لان كان اللي قالوا لي رد رد مليح ترد باش كيما نقولوا ما يزيدوش يبانوا. هم يبانوا سنين وهما يبانوا، قلنا احنا وجوه القصدير قد ما تضرب فيه قد ما يعاود يولي القصدير هكذا، تضرب يعاود يولي، تضرب حجره يعاود تولي، تضرب حجره كي تسمع الصوت يقعد يرن يعاود يولي. هادو علاش انا عطيتهم اسم وجوه القصدير. ف على كل حال عندنا مواضيع راح نهضروها باش نزيد نخبركم باللي قناتكم نتوما على كل حال راهي معروضه في قناه الشروق يوم الثلاثاء عند خونا كريم بو بكر في حصه واسمهم في حصه كوفي تايم نهار الثلاثاء بحول الله عز وجل على الشروق على المباشر تبدا الحصه هذه على الثلاثاء، وانا ندخل معاهم ان شاء الله في اللايف على الساعه الرابعه بحول الله عز وجل الساعه الرابعه يوم الثلاثاء. اللي حاب يروح يشوف الحصه راح نحكوا مواضيع كثيره من هذا النوع ومن الرياضيه وكذا وكذا وكذا. بون راكو هذه قناتكم انتم اللي راكو معروضين تما، اللي حاب يشوف نهار ثلاثة يستنى على الربعة. نجو قبل ما نبداو الرد على الامور، كاين بزاف اللي يهضروا لي على ادم والناس. ادم والناس راني درت لكم فيديو في الانستغرام، نحط لكم رابط في اول تعليق، حتى وما عندكش انستغرام تعبز على الرابط تقدر تشوف الفيديو. واللي عنده انستغرام ومن شحال مختار يسكسوني واسم الانستغرام تاعك من هذاك الرابط خلاص راك دخلت للصفحه، لان كاين امور بزاف نديرها كيما تاع الكونترول تاع جمال بالماضي دوك نجي ليه، كيما اللي سلم له على راسه هذاك الشيء بالصحافي دوك نجي. هذو كاين امور اللي نحطها في الانستغرام ما نديرش عليها فيديوهات، ولكن كيما نقولوا ضغطوا عليا باش الرد. هذه قناتكم ما كانش مشكل، راني هنا. شوفوا ادم والناس علاش نحبوا فنيات، عوقوا عوقوا كسروا كسروا، غير روحوا شوفوا الفيديو فيه لقطات صغيره برك. مادام لحقنا الفنيات نجوا للقطه تاع جمال بالماضي، الكونترول تاع جمال بالماضي كما راكم تشوفوا لا في المباراه الاخيره كونترول ولا اروع. علاش هضرت هذا الموضوع؟ لان دخلنا في الفنيه تاع ادم والناس، نعاودوا ندخلوا في الفنيه تاع جمال بالماضي قبل ما نرد على شبه الصحافه هادو. هدايا كي درت الفيديو هذا في الانستغرام بزاف جاتني تعليقات بالماضي راهو يتعلم من عند رياض محاس. ها واللي ما يعرفش جمال بالماضي كي كان يلعب، روح اكتب برك فنيات جمال بالماضي، فنان جمال بالماضي، جمال بالماضي من نوع الفنانين الموهبه، موهبه كما ادم والناس كما رياض كما رياض محرز كذا، هو اللي راهو يعلم ماشي هما راهم يعلموا. على كل حال القائد يبقى قائد، الزعيم يبقى زعيم. بون الرد على التريكو، شوفوا اللقطه. هذه عند خروج جمال بالماضي، هاي لك اللقطه، هاي لك ارمى التريكو للمساعد. وهذاك شبه الصحفي اللي قال باللي انا مالغري راهو يقول عليا نعيط وكذا ونصوغ وندير الهول في القنوات، على الاقل انا ما نرميش التريكو تاع المنتخب، يعني حب يضربها على جمال بالماضي. حبيت نسقسيك قبل ما نزيد نوري لك تاع اللي سلمت على راسه حبيت نسقسيك انت يا تريكو تاع لانسيونال هدايا، اولا ارماه لعند المساعد هكذا، انت واش تقول لي؟ تقول لي نو لازم يحترم القميص، لازم يروح يمشي بعقله ويعطيه للمساعد ما يرميش. حبيت نفهمك باللي هل القميص المنتخب الوطني قران؟ يعني واش نقصد لك بهذا المعنى باش نجاوبك مليح؟ انا ما جيتش نعيط ولا نساب ولا خاطيني هذا الشيء، نهضر معاك بكالم. يعني هل القميص المنتخب الوطني الجزائري قران؟ يعني انت دوكا في ليكيب ناسيونال كي راهم يلعبوا ويتقطع مع الوقت يرشى التريكو ويرشى المايو ويرشى كلش، واش يدير؟ حب يقول نروحوا ندفنوه نحفروه ندفنوه نقراو عليه الفاتحه وندفنوه، او باغ اكزومبل نشعلوه نحرقوه على القران؟ يعني شغل القران
هاو جمال بلماضي كان لاعب يموت على المنتخب الوطني ويحب دائما يكون حاضر في يحب يكون يعاون المنتخب الوطني. كي جا خارج الزعاف كيبدلوه، كي خرج كي من الزعاف ماشي تيراه في الارض ولا ما لحقش للمساعد ما حبش يلحق ليه، كان حايب يروح كذا منه ارماه له اليد. هذا ما كان ما ارماهش في الارض كيما راكم نتوما ديروا في الدعايات، لان هذا الناس هذا النوع من الناس او هذا النوع من الصحافه انا نسميهم صحافه ها باباراسي. هذا اولا هذا الشخص هذا عنده حقد، عنده حقد. كاين اللي دائما ضد جمال بلماضي عندهم حقد ضد جمال بلماضي، يكرهوا جمال بلماضي. ناس سي با نورمال. نعطيكم وكاين بزاف منهم في الجزائر، نعطي لكم مثل واحد صغير برك. يعني عندنا في الجزائر بزاف ناس كيما هادو. خطره درت واحد الفيديو اخبار درتو اليوم فيديو، جاتني واحد الكومونتير يا الكذاب يا الخروطه وكذا ومنا اخبار بالروابط بالدليل كذا. هذا الانسان رد عليه واحد قال له غدوه من ذاك، غدوه من ذاك رد عليه واحد قال له قال له عمو هشام نشر الخبر نورمال، جيت تطاقي فيه والمصري نشر الخبر مور عمو هشام بنهار رحت تمدح فيه. رحت لعند الفيديو تاع المصري، انا نشر الفيديو اليوم المصري نشر الفيديو غدوه عندي، هذا الجزائري عندي يا الخروطو يا الكذاب قتلتنا بالمقروط وما على باليش واش، راح عند المصري شكرا نفس الفيديو شكرا يعني وبعدي شكرا على المجهودات تاعك والصدق والمصداقيه. يعني تشوفوا باللي براني كيفاش يدير له، انا اللي نشرت الخبر قبل جاي يعطيكي فيه. عندنا بزاف هذا النوع وراهم داخلين في الصحافه، داخلين في كلش البغض والكره اتجاه بعضنا البعض. وقلتها لكم انا شحال مخطره باش تسكن بلادنا باش تولي عندنا الجزائر الجديده، لان ما راناش في الجزائر الجديده. لازم حنا نحبوا بعضنا، حنا نحبوا بعضنا. حتى اخوك يغلط تجي تسعفو توريلو وكذا، ماشي تجي تاتاكيه. كاين اللي ما يغلطش وانتم تقلبوا له الكلام تاعو باش تغلطوه كيما جمال بلماضي. هاي ليك النقطه اللي حبيت نوصل لكم ليها. يعني جمال بلماضي ارمى التريكو المساعد ارمى التريكو وكذا ودرتو منها قفه وقصه. شوف نعطيك نتايا هاوليك الفيديو تاعك هذايا، هاي ليك سلم على راسو. وبعد كي تجي رايح وجهك يعطي باللي راك فوق القلب، راك تشوف وجهه يعطيك باللي فوق القلب، يعطيك باللي هذا الانسان يكره جمال بلماضي. هذا الانسان حتى ويعرف يكذب ويخترق اشياء باش كيما نقولوا يضر بها جمال بلماضي. هذا الانسان لو كان بيدو يضر جمال بلماضي، وكان عباد بزاف كيما هذوما اللي يحبوا يضروا جمال بلماضي، يحبوا يضروه باي طرق بالكذب بالتنوفيق. يعني هو جاوليه مترشحين وراهم معروفين، ما نقولش عن طريح يا كاين واحد اخرين جاوليه قالوا له هاك مشي لنا الدوسي تحت الطابله، هو قال لهم نو اللي عنده دوسي يروح يترشح عند اللجنه، انا ما رانيش تحت الطابله ونخدم المعرفه، انا خاطيني المعرفه. هذوك الناس داروا عليه وقال لك باللي جمال بلماضي رفض فلان ورفض فلان ونورمالمون ما دخلوش. ايه هو ما دخلوش على هذيك اللي رفض، جيتوا ليه انتوما ما رفضهمش من الجهه اللي منه رفض. كي جيتوا ليه انتوما قدمتوا له الدوسيات قلتوا له هاك عاوننا ونحنا رانا حابين نقبضوها وكذا، قال لكم انا خاطيني اللي يحب يترشح يروح يترشح ويفوز قانونيا ولا دبروا راسكم مع اللجنه، انا هذه الامور ما تخصنيش. رفض بصح انتوما قلبتوها باللي هو رفض لانه هو اللي حايب يدير شكون. فهمتوا يعني العقل يقلبوا الامور. وهاد الناس خاطرين، وقال عليها جمال بلماضي خاطرين، قالوا عليها اللاعبين خاطرين. فانا هاد الناس ما نردش عليهم. حتى الحصه قلت لكم تاع اللي هضرت على تاع المنتخب الوطني ما نحب نخلي القناه هذه نقيه، نحب نهضروا امور نضيفها كره القدم باش نطلعوا المورال لخوتنا. دوك انا نقعد نخدم معاهم، هاو قال هاي قالت لي هاي قالت له شغل عجايز. فهمتوا هما عجايز، انا ما ندخلش في اللعب تاعهم، انا ما نحبش هاد الهضره. يعني نحب نحكوا على الرياضه، نحكوا انتقالات، نحكوا مور الماتش تحاليل. ما رانيش محلل كثير يقول لي بلي يا عمو هشام انت محلل كبير. يا خوتي والله ما راني محلل، خاطيني التحليل نهائيا. كي نشوف مباراه نجي نهضر، وقبل المباراه نمد رايي. هذا ما كان يعني باش نقول محلل خاطيني، وما راني صحفي. انا انسان مثلي مثلكم، نحب الاخبار نحب الرياضه نحب البالون. هذا ما كان القناه هذه راهي للجميع ان شاء الله. خاوتي ما نطوش عليكم، ما عندي واش راح تقول. قلت لكم وجه القزير هاك ترد غدوه يزيد يخرج، غير غدوه يزيد يخرج، ما راحش يحبسوا. هذه يعني المهم انه حنا نيفيتيوهم، حنا نرموهم في الثقيل. كي ترميهم في الثقيل، ونتمنى جمال بلماضي ما يزيد يرد على حتى
حتى واحد. جمال بالماضي يرحم الشيخ ما تزيد ترد على حتى واحد، ما تردش ما تردش، ركز على العمل تاعك، ركز. هذه هي لازم هكذا، لازم تتعامل معهم بهذه الطريقه، ركز على العمل تاعك، ركز على الفريق الوطني، وحنا رايحنا القنوات رانا مركزين على العمل تاعك ومركزين على الرياضه ومركزين على المحترفين، ما نحبش ندخل في اللعب تاع هذا الناس. هكذا خاوتي، خاوتي ما نطوش عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله العشيه ان شاء الله قبل المباراه، نديروا التشكيله ونحط لكم روابط المباراه امور الماتش ثاني نزيدوا نحكوا. ما نطوش عليكم خاوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.